الدوائر الإلكترونية المتكاملة ثلاثية الأبعاد. ها؟ ماذا تفعل يا حامد؟ تبدو منهكاً من العمل. وما هذه الأجهزة الغريبة والأدوات الدقيقة التي تعمل بها؟ إنني أعمل على تصميم مشروع للمدرسة باستخدام دوائر إلكترونية متكاملة. دوائر إلكترونية متكاملة؟ ماذا تقصد بذلك؟ هي دائرة إلكترونية مصغرة تحتوي على آلاف من المكونات الإلكترونية الدقيقة جداً. وما هي هذه المكونات الإلكترونية الدقيقة أيها الخبير؟ الترانزستورات والمقاومات والمكثفات مثلاً. أها، طيب حامد، والدوائر الإلكترونية؟ يعني أعطني بعض المعلومات عنها. بالتأكيد. من أهم أنواعها المتحكمات، الحساسات، مضخمات الإشارات، المؤقتات، البوابات المنطقية وغيرها الكثير، وهي تأتي بأحجام وأشكال مختلفة. الفكرة الأساسية للدوائر المتكاملة هي إنشاء مربعات خزفية صغيرة، رقاقات، ويفرز، كل منها يحتوي عنصراً بالغ الصغر، وهذه العناصر يمكن أن تدمج فيما بعد وتوصل لتحقيق غرض معين. فمثلاً يمكن توصيل مجموعة من هذه الدوائر المتكاملة لصنع جهاز يتحكم في درجة الحرارة في المنزل. رائع فعلاً! يبدو أنك ملم بالدوائر الإلكترونية المتكاملة وخبير في جزئية جيدة جداً. ولكن هل سمعت عن الدوائر الإلكترونية المتكاملة ثلاثية الأبعاد؟ ثلاثية الأبعاد؟ ماذا تقصد؟ هي دوائر إلكترونية تعتمد على مبدأ تكديس رقاقات السيليكون فوق بعضها وتوصيلها مع بعضها. دعوني أريكما هذه الصورة. في الدوائر الإلكترونية العادية يتم توصيل القطع الإلكترونية في بعدين. فمثلاً إذا أردت أن تقوم بتوصيل من النقطة A إلى المنطقة C، فإنك ستحتاج للمرور خلال المنطقة B أو C. أما في الدوائر الكهربائية ثلاثية الأبعاد، يتم تكديس القطع ووضعها بشكل رأسي فوق بعضها البعض، وبالتالي يتم التوصيل بين المناطق المختلفة بصورة مباشرة، أي أن التوصيل يتم في ثلاثة أبعاد. هذا رائع، لم أسمع بها من قبل. أنا مألوف الخارج عن المألوف. طبعاً، والآن أعتقد أن من الواضح أن للدوائر الإلكترونية ثلاثية الأبعاد مميزات معينة تميزها عن الدوائر العادية، وهي أنها تقلل تكلفة تصنيع الشرائح الإلكترونية وأيضاً منخفضة استهلاك الطاقة. يمكن تصميمها بأشكال مختلفة حسب الحاجة لطبيعة العمل. شكراً لكما على هذه المعلومات المذهلة. أرغب بتعلم المزيد عن عالم الإلكترونيات. ربما أستطيع مساعدتك يا حامد.